اليونايتد زمن البطولات شكله راجع ولا ايه؟ وشكل الاثنين هيقابلوا بعض تاني بعد غياب طويل قوي من 4 5 سنين من ساعة ما جابوا اخر بطولة. حد كان يتخيل 4 5 سنين عشان تاخد بطولة؟ والله بعوضة يا اليونايتد. لو انت بقى جيت تجمع وتحلل كده ايه اللي خلى اليونايتد يوصل لليوم دوت ويوصل ان هو يرجع تاني يمسك بطولات في ايديه، فانت ممكن تشوف ان ورا الكلام ده كله 3 أو 4 أشخاص. مين هم؟ اول واحد ده الاكيد ايريك تين هاج، يعني ده الكلام عليه هيبقى كتير قوي 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 قوي. تاني واحد ايريك تين هاج اللي جايبه اللي هو مين؟ كاسيميرو. كاسيميرو عمل طفرة كبيرة في نص الملعب بدرجه انت ما تقدرش تتخيلها. يعني انت لو بتشجع مانشستر يونايتد وفاهم الفرقه كويس ماشيه ازاي، هتشيل كده كاسيميرو من نص الملعب وتشوف الفرقه، انت هيبقى قلبك كده ايه القرف ان انا بتفرج عليه دوت. انت خايف وانت بتتفرج على الفرقه، حاسس ان ظهرك متعري، اي حد ممكن يروح يجيب فيه الجون عادي. تيجي تحط كاسيميرو في الملعب، انت حاسس بكميه امان واطمئنان وسكينه كده على قلبك انت مش بتحسها غير معاه. ده غير الشخصيه اللي بيمتلكها والعقليه اللي هو بيلعب بيها. انت تتفرج عليه تقول مستحيل ده واحد معاه 5 دوري أبطال بيلعب بالشغف والحماس، ولو قطع كره تلاقيه ماسك وشايل نفسه قوي كده ومتحمس. يا عم انت في كل الكلام ده انت في غنى، انت معاك 5 دوري أبطال، ده في اساطير مش معاهم واحده. فانت معاك 5 دوري أبطال وبتلعب بالقلب ده، وفي فرقه انت لسه بتلعب فيها ما بقالكش كام شهر، يعني مش بتلعب فيها من زمان وقلبك عليها، لا. هي ديت العقليه والشخصيه اللي المفروض تبقى في اللعيبه في انديه الطب. نيجي بقى لتالت شخص وهو مارتينيز. مارتينيز دوت انا كزيكا قلت الراجل دوت هو ايه اللي جابه في البريمير ليج وايه اللي جابه في مانشستر يونايتد وده جاي بواسطه ازاي؟ يعني ازاي واحد قد كده 170 يلعب قلب دفاع في الدوري الانجليزي؟ يعني الدوري الانجليزي المعروف عنه ان هو دوري التحامي ودوري قوي، اللعيبه اللي فيه لازم تبقى شديده. فبقول لك ده انت قلب دفاع، يعني انت قلب دفاع لازم تبقى معدل 190 مستريح وجسمك قوي وعايل جته وتعرف تدحر مع ايه، مع المهاجمين اللي هتشوفهم، عشان هتشوف عذاب. واحد 170 سنتي وهو قد كده وقد كده، بس شوف اداؤه في الملعب قصير وصغير بس يحير. لعيب شرس، لعيب بص لو شافك معاك الكوره وانت مهاجم كده هيقرقشك عشان بص ياخد منك الكوره. بيفكرني بسمكه البرانا، لو شافت حد كده هتقرقش، هو هيقرقشك. لعيب جزار كده مسك قلب موته وبقى يلعب بغشوميه وبذكاء، يعني عمل ميكس كده غشوميه على قرقشه على ذكاء، مطلع لك اللاعب دوت وسحره ومفعوله في الملعب بيجيب بطولات يا باشا. انا الراجل لحد دلوقتي جايب كاس عالم مع الارجنتين، كاس رابطه في انجلترا، على اخر الموسم هيجمع كام بطوله؟ الصلاه على النبي. ثالث لعيب بقى وهو مين؟ راشفورد. يعني اللي اعاد احيائه تين هاج جاب راشفورد دوت، يعني نفخ فيه يعني واحياه بعد ما كان لعيب مش في دماغه الكرة اصلا، لعيب مش بيلعب هو بس بيلعب ماتشين 3 في السنة كلها عشان يمضي العقد الجديد وياخد الفلوس، بقى لعيب ومهاجم حاسم، بقى لعيب تعتمد عليه في الملعب يخلص لك متوشة ويجيب لك كل ماتش جون عادي، ممكن على اخر الموسم لو هو لعب 50 ماتش هتلاقيه معدي 30 هدف. ونيجي بقى للمهندس اللي كريد كل الكلام دوت واللي بنى مانشستر يونايتد اللي احنا بنشوفها دلوقتي وبتاخد بطولات، ايريك تين هاج. صراحة رأيي الشخصي انا ما توقعتلوش النجاح في الدوري الانجليزي وبالذات مع مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بيئه مش خصبه خالص ان انت تشتغل فيها، سواء كانت من عقليه اللعيبه او من الاداره ذات نفسها. فانت هتعمل ايه؟ معكش لعيبه كويسه دماغها كلها بايظه ومعاك اداره ما يعلم بيها الا ربنا. ولكن من الواضح ان هو كان جايبه شروط، الشروط اللي هو قبله ما عرفش يطبقها، ان انا ليا القدره في اللعيبه كلها، انا اللي اقول مين اللي يجي ومين اللي ما يجيش، انا اللي اتحكم في اللعيبه، محدش يتدخل خالص في ان انا هعمله. وسلطته كانت واصله لدرجه ان هو مشى اسطوره النادي كريستيانو رونالدو، قال له بقول لك اتكل على الله كده بعد ما قعدوا دكه مشاه. من هنا جت النجاح. اول حاجه الشخصيه ان هو متحكم في اللعيبه كلها، تاني حاجه هو مدرب تكتيكي عالي قوي، مدرب انا دايما بقول عليه كده ان هو كان وهو صغير عيل نرد كده دحيح كان بياكل الكتب كده بيذاكر كده، كان بيطلع دخان وهو بيذاكر نار من الكراريس اللي هو كان بيذاكر فيها، وربنا كرمه ودخله مجال الكوره. فهو حط الضح في مجال الكوره طلع ميكس اسمه تين هاج، بيذاكر اي فرقه كويس قوي وعنده اسلوب وعارف هو عايز ايه وبيعمله. قراراته كلها كانت غريبه، من الاول كريستيانو رونالدو لتاني حاجه كاسيمير اللي هو كان جايبه ب 70 مليون والناس كلها كانت بتقول عليه خلاص ده خيره اتاخد في ريال مدريد، انت جايبه بتعمل بيه ايه وجايبه ب 70 مليون، لحد مارتينيز اللي قد كده اللي بيقول لك انا هلعب بيه قلب مدافع. ولكن تيجي تشوف الاخر اداء رائع، بطولات، انت عايز ايه اكتر من كده؟ مانشستر يونايتد الحديثه بقياده ايريك تين هاج حاجه فوق المبشره بشويه 2 3. احنا في النص الاخير في الموسم وهو جايب لك بطوله
ومطلع برشلونه متصدر الدوري الاسباني، انت متخيل هو جامد ازاي؟ وغير كده هو في الدوري بتاعه هو المركز الثالث ورا مين؟ ورا مانشستر سيتي والارسنال، يعني عتاوله. وهنشوف على اخر الموسم هو ممكن ياخد كام بطوله. يعني الجمله دي وانا بقولها بفكر فيها، هل انت كنت تتخيل يا زيكا في اول السنه تقول الجمله ديت على مانشستر يونايتد؟ هنشوف مانشستر يونايتد تاخد كام بطوله والمصحف ابدا. خد بالك عزيزي المشاهد ان دوت اول موسم هو يمسك فيه الفرقه، فبيجيب لهم بطولات من اول موسم، فاهم؟ لا انت جامد قوي بجد. تاني حاجه بقى بالنسبه لنيوكاسل، فمشروع نيوكاسل مبشر جدا، هي حرفيا اتغفلت في 4 دقايق بس والماتش راح منها. الشوط الاول هي لعبته حلو بس اتغفلت في الشوط التاني، هي كان الشوط التاني كله بتاعها هي بتهاجم بس ومانشستر يونايتد بتدافع بس. مانشستر يونايتد برضه لعبت الماتش بذكاء، لعبت الشوط الاول خطفت فيه، الشوط الثاني ادتنا درس انت ازاي تدافع قدام اي فرقه. فبرضه مبروك لنيوكاسل ان هي وصلت المرحله ديت ولعبت ماتش حلو صراحه كان ينقصها هدف شرفي. واخيرا وليس اخيرا كان معكم زيكا، لو انت عاجبك المحتوى اعمل لي متابعه واعمل لي سبسكرايب واعمل لايك للفيديو عشان ينتشر. سلام.